وحول هذا الموضوع ينضم معنا داخل الاستوديو الاستاذ عزب مصطفى البرلماني المصري السابق. اهلا ومرحبا بك استاذ عزب. اهلا وسهلا. بدايه، كيف تلقيتم انتم كمعارضه مصريه في الخارج نبأ وفاه الرئيس المصري محمد مرسي الذي كان هو اول رئيس مصري منتخب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا الى الشعب المصري باكمله والى الامه الاسلاميه باستشهاد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، اول رئيس منتخب مصري في تاريخ مصر كلها، بالقتل العمد من سلطات الانقلاب. يعني هذا الأمر مبيت بليل على مدار 6 سنوات وهو في محبسه الانفرادي. فنحن نتهم في الخارج يعني عصابة الانقلاب الفاشي السادي بقتل المعتقلين، وهناك العشرات ممن قتلوا قبل السيد الرئيس. فنحن يعني سنستعمل حقنا في تدويل هذه القضية دوليا، يعني حتى يعني نرى في يوم من الأيام هذا الانقلاب الغاشم محاكما بإذن الله. دعني أيضا زميلي أفل أرحب بضيفي من اسطنبول عبر الخط الهاتفي السيد عادل راشد البرلماني المصري السابق، أيضا ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا سيد عادل. اهلا وسهلا بحضراتكم والساده المشاهدين. مرحبا بك. هيومن رايتس ووتش قالت ان هذا امرا فظيعا ولكنه متوقع. في ضوء حديثها عن امر متوقع، هل كنتم تتوقعون ان يحدث ما جرى فعليا من وفاه بهذه الطريقه، وهل هي وفاه طبيعيه ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اقول لحضرتك ابتداء يعني ننعي لانفسنا وللشعب المصري، الأمة العربية والإسلامية، الرئيس البطل الصابر الصامد الرئيس محمد مرسي، وقضى نحبه شهيدا. أقول أن هذه المسألة يعني أنا أتوقعها وأشير بأصابع الاتهام ولا يساورني الشك، بل أنني أذهب إلى اليقين أن هذه جريمة مكتملة الأركان، جريمة قتل عمد للرئيس مرسي. الرئيس مرسي تم اغتياله معنويا ابتداء من الأيام الأولى لحكمه، من الأذرع الإعلامية للسيسي وعصابته، ثم الاغتيال المادي. وأنا لا أستبعد أبدا أن يكون دس سما أو فعلوا شيئا نزاء الرئيس محمد مرسي، وخاصة أنه في نوفمبر 2017 الرئيس مرسي حذر وأعلن صراحة، قال أنه حياته في خطر وأنه مستهدف. وبالتالي هذا الأمر لم يكن غريبا يعني أن يقع على أسماع الناس، ولكن أقول في ذات الوقت لا تكن نارنا كنار القش تطفو سريعا وتخبو سريعا. وأنا قلت منذ قليل لوسائل الإعلام الذين قالوا أنه بموت محمد مرسي ماتت الشرعية وانتهت الأمر وطويت الصفحة، قلت لهم أن بعض القادة والزعماء يصنع تاريخهم بعد موتهم، أنهم يصنعون من الأحداث ومن التاريخ وما يغيرون فيه بوفاتهم أكثر مما يفعلون حال حياتهم. شهيد سيد قطب ويقول تظل كلماتنا عرائس من شمع حتى إذا متنا في سبيلها نفقت فيها الحياة. أنا أقول لذلك نحن ينبغي علينا أن نحيل هذه الملحمة، ملحمة وفاة واستشهاد الرئيس محمد مرسي، لتكون الزيت الذي يوقد. دعنا نتساءل سيد عادل بعد قليل كيف يمكن أن يحصل ذلك فعلا. طيب أستاذ عزب، أوجه سؤالي إليك هو عشان إذا 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 سمحت لي أستاذ عادل. أستاذ عزب، أنت قلت أنني أو أنت اتهمت السلطات المصرية بأنها قتلت عمدا مرسي، هل لديكم أي معلومات عن كيفية قيامها بذلك؟ هذه شواهد كثيرة. هم يعلمون أن الدكتور مرسي عنده بعض الأمراض، حجبوا عنه الأدوية، حجبوا عنه الزيارة، محبوس في محبسه الفردي منذ 6 سنوات. يعني هذا المحبس يكون لتأديب الكبار المجرمين. ماذا صنع الدكتور مرسي منذ أن تم القبض عليه وسجن في مكان غير مخصص للسجن لمدة 6 أشهر، ثم بعد ذلك الآن 6 سنوات في هذا المحبس لا يدخل له الدواء، يذهب إليه يعني كل الأمر الذي يتعامل به هذا النظام الفاشي مع الدكتور مع الشهيد الرئيس الدكتور مرسي هو أن يسددوا في الأوراق. حتى إذا جاء مثل هذا اليوم يقولون أن هناك أطباء كانوا يزورونه، ولكن هم أنا أظن أنه كان يدس له السم كما كان يعني فعل مع الشهيد ياسر عرفات، لأن كل من موجودون في السجن، وهذا قاله زعيم الانقلاب، يعني ندخلكم السجن أو نقتلكم.
هو أدخل كل المعارضة المصرية أو كل الشعب المصري الآن داخل هذه السجون ليقتلهم قتلا بالبطيء. في الشهر هذا الشهر تم استشهاد 3 داخل السجون كلهم من 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 من, من الذين يعني شاركوا في 25 يناير. نعم. طيب يعني دعنا ننتقل مرة أخرى إلى السيد عادل، وأود أن أتساءل معك سيد عادل حول قضية الحراك ما بعد هذا الحدث الكبير. الآن أنتم تعتصمون أو لديكم فعالية أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، وهناك حراك قوي جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هل نتوقع أن نرى هذا الحراك واقعيا على الأرض سواء في جمهورية مصر أو في الخارج في دول العالم؟ والله أنا خارج مصر أنا أراهن على المصريين في الخارج، وقد هبوا فعلا في جميع أنحاء العالم الآن، وقفت في جميع أنحاء العالم الآن نحن أمام القنصلية المصرية في تركيا، ويقف مصريون أمام القنصلات المصرية في جميع أنحاء العالم. وغدا أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في الجمهورية التركية عن صلاة الغائب في جميع مساجد تركيا في المدن والقرى وفي كل الأماكن. أنا أتصور أنه هذه المناسبة بالذات ينبغي ألا تمر مرور الكرام، كما قلت سلفا ألا تكون نارنا كنار القش تطفو سريعا وتكبو سريعا، ولكن ليكن أمام أستاذ عادل هل ستكتفون بالاعتصام أمام القنصليات أم لديكم إجراءات أخرى؟ حضرتك نحن لنا عدة مسارات، نحن كبرلمانيين نتواصل مع كل برلمانات العالم، ولنا نواب أصلا من اللحظة الأولى ذهبوا إلى هيومن رايتس ووتش ولا منظمة العفو الدولية وغيرها والأمم المتحدة، هناك احتجاجات في كل أنحاء العالم. أنا أقول أن الجهاد الثوري لكل واحد منا ميدانه، هناك من ميدانه البرلمان ومنهم من ميدانه الميدان ومنهم ميدانه الشارع ومنهم ميدانه القلم وكذا، لكن ينبغي علينا الإيجابية والذاتية. أنا قلت من اللحظة الأولى أنني سأنطلق أمام القنصلية المصرية في إسطنبول حتى لو كنت وحدي، جئت فوجدت هنا المئات بل الآلاف من المصريين والسوريين والعرب والأتراك، من التفاعل شديد جدا في الجمهورية التركية في كل أنحائها وأرجائها بكل مستوياتها. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو أول من نعى الرئيس الشهيد محمد مرسي للأمة وسماه شهيدا وسمى المنقلب منقلب والظالم ظالم والمظلوم مظلوما. شكرا جزيلا لك سيد عادل راشد البرلماني المصري السابق، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. لماذا يعني هناك من يتحدث عن فرضية الاغتيال السياسي وليس الوفاة الطبية؟ يعني أنتم تقولون أنه اغتيال سياسي، إذن ما الفائدة التي ستعود على السلطات المصرية الحالية أن تقوم بهكذا عملية قد تكون مفضوحة؟ هم يتوهمون أن بقتل المجموعة الموجودة في السجون ستخفض هذه الثورة وتتلاشى ويتم نسيانها من قبل الشعب المصري. ولكن أنا أقول للدكتور مرسي في يعني مسواه الأخير نم قرير العين، فقد يعني صدقت فيما قلت وحققت قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنا أقول يا دكتور مرسي نم قرير العين فإن الراية لن تسقط، هناك أحرار كثيرون في مصر، هناك أحرار كثيرون في العالم، هناك أحرار كثيرون سترفع هذه الراية وستكون دماء الدكتور مرسي إن شاء الله وبال على الانقلاب وأتباع هذا الانقلاب. بهذه المناسبة سيد عزب نحن نستذكر وكونك برلماني مصري نستذكر كيف كان السيد مرسي رحمه الله من أكثر البرلمانيين المصريين تميزا عندما كان في عهد مبارك قبل أن يصبح رئيسا. أنا أريد أن أتساءل معك، هل تعتقد أن ما حدث اليوم سيكون بداية لانفراجة في القضية المصرية أم أنه سيزيد الأمور تعقيدا وسيزيد هذا النظام بين قوسين توحشا تجاه اغتيال وقتل وإعدام المزيد من المعارضين من الإخوان ومن غير الإخوان بالمناسبة؟ دكتور أنا يعني كنت مع الدكتور مرسي لمدة 5 سنوات في برلمان سنة 2000، كان الدكتور مرسي رجل معروم بدماسة الخلق، كان مخلص لقضيته، كان يدافع عن الحق بكل ما يملك، هو نعلم عنه أنه صلب في الحق ولذلك لم يداهن. الدكتور مرسي لو كان يريد أن يعيش حياة طيبة وحياة كان فوض هؤلاء، ولكنه قالها وصدق، تمن الشرعية حياتي. الدكتور مرسي
صدق ما بما عهد الله سبحانه وتعالى. ثمن الشرعية حياتي، لماذا يستكثر على الشعوب العربية أن يكون لها رئيس منتخب بطريقة شرعية ومن قبل الشعب؟ نحن نعلم أن كل الرؤساء الموجودين الآن للأمة العربية هم يديرون دولهم بالوكالة، فلا يراد هذا الشعب، هو هذا الشعوب العربية كلها لابد أن تكون يعني لا هي تعيش أو تموت، هي بين لا يريدون أبدا للشعوب العربية أن تتنشق الحرية أو العدالة، ولكن نحن على الطريق ندعو إلى الحرية والعدالة والمساواة الذي قدم الدكتور مرسي دماءه في سبيل ذلك. نعم. قبل أن نختم مشاهدينا الكرام هذا اللقاء ضمن استوديو الرافدين، هيئة علماء المسلمين في العراق نعت الرئيس المصري السابق الذي توفي أثناء حضوره محاكمته اليوم. شكرا لك سيد الأستاذ عزب مصطفى البرلماني المصري السابق في انضمامك إلينا في استوديو الرافدين. شكرا لك. شكرا.